السائل يقول: بعض طلبة العلم ذكر أن هدم القبور في بلاد المسلمين لا يلزم أن تأخذ موافقة ولي الأمر في هذا الهدم، يقول هل ما ذكره صحيح؟ لا، ما هو صحيح. هذا من صلاحيات ولي الأمر لئلا تحدث فتنة ويحدث قتل. إذا كان ولي الأمر هو اللي فعله ما حد يتكلم، لكن لا جاء واحد من الناس وهدم فلا شك تحدث فتنة، قد يحدث قتل بسبب ذلك. هذا من صلاحيات ولاة الأمور. نعم.